الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الذي وضعته على شكل الآن PDF file تمرين حول الانحدار المتعدد multiple regression واختبار الفرضيات حول المعلمات المقدرة. دعني أذكركم بطريقة اشتقاق قيم معلمات النموذج الخط المتعدد. الآن عندي y تساوي x بيتا زائد e، طبعا هنا هذا عبارة عن متجه، المتجه y n في 1 على سبيل المثال، هذا n في 1. ليتكم تعودوا إلى المقطع السابق الذي ذكرته. إذن أن في واحد هنا، عفوا يعني لا يساعدني القلم كثيرا على الكتابة، فدعني بس يعني فقط أشير إلى إشارة. هنا هذا عند عبارة عن أن في واحد متجه المتغير التابع، وعندي الآن أن في أكس اللي هو المتغير المستقل، وعندي بيتا كي في 1 اللي هو المعلومات المقدرة، وأن في واحد اللي هو الإررز أو الخطأ. الآن الخطوة الأولى نقل عبارة الخطأ في جانب فقط واحد اللي هو الآن هنا في جانب E تساوي الآن عندما ننقل X بيتا إلى الطرف الأيسر، هنا تصبح الآن Y ناقص X بيتا، سواء على اليمين أو على اليسار بتكون الإشارة نفسها. الآن إذا الخطوة الثانية بعدما نقلنا الآن أصبحت E لوحدها هنا تساوي Y سالب X بيتا. الخطوة الثانية نأخذ منقول المصفوف المعادلة كلها على الطرف الأيسر الطرف الأيمن، فعندي الآن منقول E اللي هو متجه الخطأ يصبح الآن E ترانسبوز يساوي داخل القوس Y ترانسبوز ناقص بيتا ترانسبوز X ترانسبوز حسب قوانين المنقول. يعني تصبح الآن هذه مكان X وأكس مكان بيتا كما تذكرون في محاضرات سابقة. الآن بعد ما أخذنا المنقول، إحنا الخطوة الثالثة ضرب المتجه E ترانسبوز بمتجه E للحصول على مربع البواقي. مهم جدا الآن E ترانسبوز E تساوي الطرف الأيسر هو Y ترانسبوز سالب بيتا ترانسبوز X ترانسبوز مضروب في E اللي هو Y ترانسبوز سالب X عفوا Y سالب X بيتا. لما الآن نضرب هذه y ترانسبوز في y ثم y ترانسبوز في x بيتا ثم بيتا ترانسبوز x ترانسبوز في y ثم بيتا ترانسبوز x ترانسبوز في x بيتا، تعطينا هذه النتيجة اللي هي e ترانسبوز e تساوي y ترانسبوز y سالب y ترانسبوز x بيتا سالب بيتا ترانسبوز x ترانسبوز y زائد الآن بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز اكس بيتا. الخطوة الرابعة نعمل الآن على تقليل مينيمايز مربع الأخطاء، لأنه هذا مربع أخطاء، هذا هو عبارة عن حاصل جمع اي اي الكل تربيع طبعا from i equal 1 من y i تساوي 1 إلى n حجم العينة أو السلسلة. فمربع الأخطاء هذا E ترانسبوز E بالاشتقاق نسبة إلى المتجه بيتا الآن. إذا نقوم الآن بالاشتقاق عفوا partial E ترانسبوز E partial بيتا بعطينا هذه الآن. طبعا في مقطع سابق يتحدث عن هاي الاشتقاق بالتفاصيل، أرجو الرجوع إليه. بتكون نتيجة قبل النهائية تساوي سالب 2 X ترانسبوز Y زائد 2 x ترانسبوز x بيتا يساوي 0 لانه نعملها بالصفر اللي هي المينيمايزيشن بالقسمة على 2 ونقل السالب الى الطرف الايمن، بتكون النتيجة قبل النهائية الان هذه x ترانسبوز x في بيتا يساوي x ترانسبوز y. الخطوة الخامسة والاخيرة هو ضرب طرفي المعادلة الان، هذا الطرف الايسر والطرف الايمن بمعكوس اللي هو x ترانسبوز x الكل طبعا inverse، وبالتالي هذا الآن X ترانسبوز X الكل انفرس في X ترانسبوز Y في بيتا. طب وضعنا الآن إشارة الهات هذه اللي مثل الكطاقية حتى نبين بأن الآن بيتا أصبحت مقدرة. الآن إذا X ترانسبوز X الكل انفرس في X ترانسبوز X مضروب في بيتا تساوي X ترانسبوز X الكل انفرس X ترانسبوز Y، هذه
لحسن الحظ هنا هذه تساوي ماذا؟ تساوي الايدنتيتي ماتريكس اي الذي يعمل عمل الواحد صحيح في الحسابات العادية. وبالتالي أي أن كما ذكرنا هنا I الآن هذه ترانسبوز كأنها واحد صحيح في بيتا هات، إذن بيتا هات تساوي X ترانسبوز X الكل انفرس في X ترانسبوز Y. الآن مثال لدينا المتغيرات الآتي، المتغير التابع Y من ستة فقط قيم 0 2 5 10 12 20 وعندي الآن لاحظوا لي هنا اكس عفوا او احطه بالهايلايت، اختار الهايلايت عندي الان هذه الان واي اكس الاولى المتغير المستقل الاول هو 1 2 3 4 5 6 واكس الثاني 1 2 7 10 15 16. الان نريد ان نقدر معلومات النموذج اللي هو y i تساوي a او يعني بيتا 1 زائد بيتا 2 في x 1 زائد بيتا 2 في x 2. فالخطوه الاولى هنا الخطوه الاولى وضع المصفوفه x على النحو الاتي، الان x تساوي 1 1 1 اللي هي 6 مرات، هذه 6 هنا 1 2 3 4 5 6 ثم قيم x الاولى اللي هي 1 2 3 4 5 6 ثم قيم x الثانيه اللي هي 1 2 7 10 15 16. هاي الان الخطوه الثانيه نقوم بحساب منقول المصفوفه، هنا المصفوفه x هنا منقول المصفوفه تصبح الصفوف اعمده، هذا الصف يصبح عمود، هذا الصف يصبح عمود او هذا العمود يصبح صف، وبالتالي هذا العمود كما ذكرت قبل قليل يصبح العمود الصف هذا، وهذا الان العمود يصبح الصف هذا، واخيرا العمود الاخير يصبح الصف الثالث والاخير في اكس ترانسبوز. ثم الان حساب حاصل ضرب المصفوفه اكس ترانسبوز في اكس، هذا هو الان اكس ترانسبوز اكس اللي هو عباره عن 6 21 51. لاحظوا لي التماثل هنا، هذه تتماثل مع هذه وهذه القيمة تتماثل مع هذه القيمة وهذه القيمة تتماثل مع هذه القيمة، وما بقي بكون على القطر الرئيسي دائما وأبدا موجب، فبكون القطر الرئيسي 6 91 635 والباقي 21 21 51 51 237 237. الخطوة الرابعة الآن هاي الثالثة خلصنا منها، الرابعة حساب معكوس المصفوفة حسبناها ببرنامج الإكس ويدويا، بتكون القيمة كمان كذلك أما هنا في تماثل، هنا هذه القيمة تماثل هذه القيمة وهذه القيمة تماثل هذه القيمة وهذه القيمة تماثل هذه القيمة، يبقى عند القطر الرئيسي دائما وأبدا موجب 2.59 1.938 1.168 وهكذا. والآن الخطوة الخامسة حساب المتجه X transpose Y حسبناه يدويا وعلى الإكسل، كانت قيمته X transpose Y تساوي 49 239 639. الخطوة السادسة والأخيرة أو قبل الأخيرة هو ضرب الـ X transpose X الكل inverse بـ X transpose Y بالمعادلة اللي قبل قليل توصلنا إلى هذه الآن، يعني نقوم بتطبيق هذه المعادلة الآن، نأتي بالإكس ترانسبوز كما حسبناه أدناه، نضربه بالإكس ترانسبوز إكس حتى يطلع عندي ايدنتيتي ماتريكس كما ذكرت، هنا ايدنتيتي ماتريكس تساوي إكس ترانسبوز إكس الكل انفرس في إكس ترانسبوز واي، فكانت النتيجة كما يأتي، هي الآن هذه النتيجة على الأقل بالحروف عندما ضربنا إكس ترانسبوز إكس هذا الماتريكس كلياته الآن في X transpose Y، فكانت بيتا هات الأولى والثانية والثالثة أو بيتا نوت بيتا 1 بيتا 2 هذه القيم اللي هي فاصلة 7 عفوا سالب 7 فاصلة 3 5 فاصلة 6 2 3 سالب 0.53، أي أن الآن شكل الدالة بعدما قدرنا معلومات هذه بيتا النوت هذه بيتا الأولى هاي بيتا الثانية، فبتكون y i hat الآن تساوي سالب 7 فاصل 0.3 زائد
5.625 وسالب الآن 0.53. طبعا هنا في X1 هون X2. حسب برنامج الإكسل كانت النتيجة قريبة جدا جدا هنا لأنني قربت شيء بسيط. فطبعا هذه القيمة حسب برنامج الإكسل اللي هو بيتا نوت، هذه الأولى، بيتا الأولى وبيتا الثانية، تكون انتهينا الآن من التقدير. لنعود الآن إلى صيغة تقدير معلومات المعادلة. هذه الآن النتيجة النهائية للتقدير على الأقل على شكل مصفوفات، بيتا هات تساوي X ترانسبوز X الكل انفرس مضروب في X ترانسبوز Y. الآن سنعوض عن قيمة Y بقيمتها اللي هي Y تساوي X بيتا زائد E من المعادلة الأصلية. بدل E هذه، عفوا بدل Y هذه، نضع هذه القيمة بدلها أو هذه الصيغة اللي هي عفوا X ترانسبوز X عفوا X بيتا زائد E في المعادلة هاي. إذن بيتا تساوي X ترانسبوز X الكل انفرس في X ترانسبوز كما هي، لكن بدل Y هذه، أرجع للقلم هنا، بدل Y هذه وضعنا القيمة هذه هنا، فبكون بالحالة هاي هذه يعني صيغة أخرى سنستخدمها في اختبار الفرضيات حتى نشتق ما يسمى بالقيمة المتوقعة لبيتا وتباين بيتا. فبعد ما فكينا الأقواس، إذا بيتا تساوي X ترانسبوز X الكل انفرس في X، لاحظوا لي هذه X ترانسبوز مضروبة في X في بيتا هذه هي، ثم X ترانسبوز مضروبة في E. فكانت الآن لأنه عندي X ترانسبوز X الكل انفرس في X ترانسبوز X بيتا، إذن هاي identity matrix، لاحظوا لي وضعته هنا، وعندي الآن X ترانسبوز في هذه وضعته هنا. أوكي، يعني ضربت مرتين، المرة الأولى هذه في هذه في هذه ثم هذه في هذه، فبطلع عندي بالحالة هاي X ترانسبوز X. المهم إذا أخذنا الآن القيمة المتوقعة، أرجو أن لا أكون أخطأت هنا في أي شيء، عندي X ترانسبوز X ترانسبوز X في هذه القيمة حطتنا هنا وX نعم الضرب صحيح. فعندي القيمة المتوقعة، إذا أخذنا القيمة المتوقعة لبيتا هات هذه بيتا هات، سوري في وقع خطأ هنا، هذه نط ليست ترانسبوز، هذه بيتا هات، هذه بيتا هات هنا. أوكي، إذن هنا بيتا هات وليس بيتا ترانسبوز، أعتذر عن هذا الخطأ الطباعي. فبتكون القيمة المتوقعة لبيتا هات تساوي بيتا، لاحظوا لي هنا لأنه هذا يعمل عمل واحد صحيح، وهنا الآن ثابت مضروب في القيمة المتوقعة على E، لكن القيمة المتوقعة على E تساوي صفرا، إذن النتيجة النهائية بأن القيمة المتوقعة على المقدر تساوي المقدر بيتا اللي هي معلمة المجتمع، أي أن الآن بيتا هات، هاي الخطأ تكرر في كل مكان مع الأسف الشديد، إذن بيتا هات ليس متحيزا المقدر طبعا ويساوي متوقع معلمة المجتمع. أما تباين مقدر الآن فهو باختصار، يعني بدي أختصر شرح لأنه لو بدي أضع الفورمولا هاي ستستغرق ساعة إضافية وثلاث أربع صفحات إضافية، فبدي أوفر الوقت على نفسي وعلى أحبة الطلبة. الفاريانس لبيتا هات تساوي سيجما سكوير للإي للإيرور مضروب في X ترانسبوز X الكل إنفرس. نستخدم بدل هذه نستخدم بدلها S تربيع، وسأبين لكم بعد قليل كيف نحسب S تربيع. إذا نستخدم S تربيع بدل سيجما تربيع في التطبيق، هاي خطأ طباعي، في التطبيق العملي لحساب تباين المقدرات. وعلى سبيل المثال بلغت الآن هنا هاي واي آي حقيقية، هاي واي آي المقدرة، عندما نطرح واي آي هذه الآن إي هات إيش هي؟ هي عبارة عن واي آي ناقص واي آي هات. الآن هنا الفرق بيناتهم كانت هذه القيمة نربحها، فكان مجموع مربعات الخطأ من التقدير
10.418 وبعض الأشياء. إذا الآن يعرف تباين الخطأ العشوائي البواقي، تباين البواقي الناتج من تقدير كما يلي: S سكوير يساوي مجموع مربعات الخطأ الناتج من التقدير مقسم على درجات الحرية اللي هنا طبعا حجم العينين 6 بروح منها 3 معلومات قدرناهن، إذا 6 ناقص 3 فبكون النتيجة اللي هي S تربيع يساوي 3.6047. نحصل على ما يسمى الخطأ المعياري ستاندرد ايرور للمعلومات كما يأتي الآن. الآن إذا ضربنا S تربيع هذه القيمة في المصفوفة المعكوسة بعطينا تباين أو ما يسمى مصفوفة التباين والتباين المشترك. هذه الآن حاصل ضرب S تربيع في X ترانسبوز X الكل انفرس بعطيني مصفوفة جديدة اسمها variance covariance matrix أو مصفوفة التباين التباين المشترك. بضرب S تربيع وبالحالة هاي قيمتها هذه الآن 3.6047 نضربها ب X ترانسبوز X الكل انفرس، لما ضربناها على الإكسل شيت طلعت عندي هذه الآن variance covariance matrix أو مصفوفة التباين والتباين المشترك. الآن لا أريد أن أدخل في شرح هذه القيم، هي عبارة عن ما يسمى التباين المشترك بين بيتا الأولى بيتا الثانية بيتا الأولى وبيتا الثانية، يعني بيتا عفوا بيتا نوت بيتا الأولى بيتا نوت بيتا الثانية بعدين ثم تتكرر وهكذا. أنا بهمني الآن بعد إذنكم بدي أمحي هذا الحكي كله، بهمني إني أحط باللون الأحمر. أوكي خلينا أختار اللون الأحمر. الآن هنا بهمني هذا الآن هذه القيم اللي هي أتت على القطر الرئيسي، قطر الرئيسي فقط لا غير. هذه القيمة الأولى، الثانية والثالثة هي تباين بيتا نوت، تباين بيتا 1 تباين بيتا 2. مثل ما ذكرت هنا تمثل القيم التي وقعت على القطر الرئيسي اللي هي 9.3352 الأولى و 6.984 الثانية وأخيرا فاصلة 0.67 تباين كل من بيتا نوت بيتا 1 بيتا 2 هات هات طبعا على التوالي. والخطأ المعياري لكل واحدة منها هي ما يسمى بالستاندرد ايرور، ستاندرد ايرور اللي هو الجذر التربيعي لكل واحد من الأشياء هاي. فالخطأ المعياري هو الجذر التربيعي لهذه القيمة، ثم طبعا خطأ المعياري لمين؟ للمعلمة بيتا نوت الأولى. الآن الخطأ المعياري لبيتا الأولى هي عبارة عن الجذر التربيعي لفاصل 6.94 6.984. والخطأ المعياري لبيتا الأخيرة اللي هي الثانية تساوي الجذر التربيعي لفاصل 0.607، فبتكون القيم هاي هي ما يسمى بالأخطاء المعيارية. الآن عندما نقسم كل معلمة من المعلمات على خطأها المعياري بتعطينا قيمة تي المحسوبة. فمثلا قيمة تي المحسوبة لبيتا الأولاني اللي هي بيتا نوت تساوي قيمة بيتا نوت سالب 7.03 اللي قدرناها هنا أحبتي. التقدير أرجع لكم بالتقدير، هذه الآن هاي بعدما قدرنا المعلومات، هذه بيتا نوت، هاي بيتا الأولى، هاي بيتا الثانية. نستخدم الآن نقسم أو نقسم هذه القيمة على خطأ المعياري، ثم نقسم هذه القيمة على خطأ المعياري، ثم نقسم هذه القيمة طبعا بالمطلق، يعني نأخذ الإشارة بعين الاعتبار لكن نحسبها بالمطلق. كل قيمة على الخطأ المعياري بيطلع عندي الآن ثلاثة قيم أو ثلاث قيم لتي. هذه تي المحسوبة الأولى بالنسبة لبيتا نوت، هذه تي المحسوبة بالنسبة لبيتا 1، وهذه تي المحسوبة بالنسبة لبيتا الثانية. نقوم الآن بمقارنة هذه القيم، تسمى هذه المقادير قيم تي المحسوبة calculated T values، وتقارن بقيم تي المجدولة tabulated T values. فإذا كانت القيمة المحسوبة أعلى من القيمة الجذرية يجب أن تكون حتى يكون المعلمة لها أهمية، أي أنها بعيدة عن الصفر من ناحية إحصائية، أي أن هناك علاقة بين المتغير المستقل والتابع، يجب أن تكون القيمة المحسوبة تي للمعلمة هذه
أعلى من القيمة الجدولية مقابل ماذا؟ مقابل مستوى أهمية أو ما يسمى مستوى مخاطر، وهو باختيار الباحث. فإن المعلومة تتمتع بأهمية إحصائية، أي أنها بعيدة عن الصفر. هذا توزيعتي لثلاث درجات حرية، يعني المثال تبعنا ثلاث درجات حرية، هذا توزيعتي الآن وهذا جدولتي. فمقابل ثلاث درجات حرية، لنفترض أننا اخترنا مستوى أهمية ألفا تساوي 5% اللي هو مستوى المخاطر، يعني لا نريد أن نخاطر بأي شيء خطأ أكثر من 5%. يجب الآن مقابل ثلاث درجات حرية، هاي 3 degrees of freedom 3، نذهب إلى 5% معناته 1 ناقص ألفا بالحالة هاي يساوي ماذا؟ 95%. 95% بعتذر عن سوء الخط هنا، القلم لا يساعد، لكن هذه 95%. إذن هون 95%، فيجب أن تكون تي المحسوبة أعلى من 2.353. خلنا نختبر الآن بناء على هذه القيم وهذا المستوى الأهمية. ممكن تختار الآن 10% 15%، هذا برجع للباحث نفسه، لكن من أجل الدلالة اخترت 5% حتكون مستوى الثقة بالنتائج التي توصلنا إليها أن تكون 95%. هنا اختبار الفرضيات. عادة ما تصاغ فرضيات العلاقات بالنسبة إلى نقطة التقاطع كمالي. الآن نفترض بأن بي أو بيتا نوت تساوي صفر، والفرضية هاي الفرضية العدم. أما الفرضية البديلة بتقول لا، بيتا نوت لا تساوي صفر، قد تكون أعلى من صفر أو أقل من صفر. بالنسبة للميل الأول اللي هو طبعا بيتا الأولى، هاي نوت بيتا عفوا 1، بتقول إنه لا، ليس هناك علاقة بين X 1i هاي 1 و Y من جهة ثانية yi. فبتكون بالحالة هاي الفرضية بتكون بيتا 1 تساوي صفر، في حين أن الفرضية البديلة اللي بتقول لا تساوي صفرا أو تكون أكبر من صفر أو أقل من صفر. وأخيرا بالنسبة للميل الثاني، إنه لا هناك أو ليس هناك علاقة بين X الثاني I و Y I. فبتكون بالحالة هاي بفرضية العدم إنها بيتا الثانية هذه تساوي صفرا، والفرضية البديلة بتقول لا، بيتا 2 لا تساوي صفرا، قد تكون أكبر من صفر أو أعلى من صفر. في المثال أعلى نجد عند مستوى مخاطرة ألفا تساوي 5% كما ذكرت مثلا، بأن قيمة تي المحسوبة لكل معلمة يجب أن تكون أعلى من 2.353 كما ذكرت هنا، يجب أن تكون أعلى منها. لكن في بالمطلق طبعا هم نأخذ الأبسلوت فالي أو القيمة المطلقة، لكن في واقع الحال كانت قيمة تي المحسوبة على التوالي للثلاث معلمات، هاي بيتا نوت كانت سالب 2.3008، ما يعني بأنه ليس هناك نقطة تقاطع. كذلك الأمر بالنسبة لبيتا 1، وجدنا بأنه قيمة تي المحسوبة من المثال تبعنا 2.1285، ما يعني الآن ليس هناك علاقة بين X الأولى هنا و Y، وكذلك الأمر ينطبق هذا الأمر على X 3. إذن يعني المعادلة التي قدرنا معلوماتها من ناحية شكلية توصلنا إلى نتيجة هنا، توصلنا إلى نتيجة أوكي، وهذه هي النتيجة. لكن إحصائيا بتقول لي إنه المعادلة ضعيفة جدا، لأن المعلومات لم تتمتع بمعنوية إحصائية. بما معنى آخر، ليس هناك نقطة تقاطع، ليس هناك علاقة بين X هذه وواي، وليس هناك علاقة بين X الثاني وواي، أي أن المعادلة ليس لها قيمة إحصائية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، أرجو أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية. وإن شاء الله في مثال آخر عملي راح نكتشف أنه في بعض المعادلات المعلومات تتميز بمعنوية إحصائية. بالمناسبة لو أنه رفعنا قيمة ألفا من 5% إلى 10%، ربما نصل إلى معنوية إحصائية. إذا 15% بالتأكيد، لو أنه جعلنا ألفا على سبيل المثال تساوي 15% على سبيل المثال،
أوكي، بكون كل المعلومات قد تميز بمعنوية إحصائية عالية، ما يعني بأن المعادلة سليمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.